SPLOG, the spontaneous potential SPLOG, is a measurement of the natural potential difference or self potential between an electrode in the borehole and the reference electrode at the surface. It represents a recording of naturally occurring physical phenomena in in situ rocks. The spontaneous potential هو الجهد التلقائي رمزة SP. جهد تلقائي جاي من الفولتية، يعني فولتية كأنما تتولد طبيعية. Is a measurement of natural potential difference. إذن هو جهد تلقائي طبيعي يتم تسجيله بين قطبين، قطب موجود داخل البئر in the borehole وقطب آخر موجود على السطح يسمى reference electrode. هذه الظاهرة تحدث طبيعيا بالصخور الموجودة المكمن او الصخور اللي تحت الارض. شلون اكتشفوا الاس بي؟ اثناء محاولة اجراء عملية الريسستيفيتي ميجرمنت بالبئر، تم انزال الاجهزة داخل البئر، وقبل البدء بالعملية كان الاجهزة طبعا بها فولت ميتر يقيس الفولتية استعدادا لتسجيل الريسستيفيتي. فقبل بدء العملية مال تسجيل الريسستيفيتي لاحظوا المختصين اللي كانوا يقومون بالعملية، لاحظوا انه الفولت ميتر يتحرك رغم عدم وجود تيار كهربائي، بعدهم ما مررين التيار، لاحظوا الفولت ميتر ينطي اشارة، ينطي قيمة جهد. فهذا كانت يعني الخطوة الاولى لاكتشاف الاس بي، ومن ثم توظيفه لاستخدامه في المجسات، واصبح الان ما يعرف بالاس بي لوك. الاس بي لوج قلناه بمعادله حتى يتم الاستفاده منه يساوي ماينس كي لوج، هذا هنا اللوج يعني اللوج الرياضي، لوج ار ام اف اي على ار دبليو اي. الاس بي اس بي فاليو لازم تكون باس اس بي. الاس اس بي هو الستاتيك سبونتانيوس بوتنشال، معناته اعلى قيمه يتم قياسها داخل البئر تمثل SSB. أعلى قيمة للSB يتم قياسها داخل البئر تمثل SSB. فهذا هذا الSB الموجود بالمعادلة لازم يكون أعلى قيمة مسجلة داخل البئر واللي تسمى SSB. RMFE Equivalent Mud Filtrate Resistivity. خلي نشوف شنو هو المد فلتريت. المد فلتريت أنا من يكون عندي البئر ممتلئ بسائل الحفر، جزء من الماء الموجود بسائل الحفر راح يرشح داخل الطبقات النفاذة، هذا الراشح اسمه مد فلتريت، راشح الطين. هذا راشح الطين أو المد فلتريت إلى ريسستيفيتي اسمها RMF مد فلتريت ريسستيفيتي. طبعا تقاس داخل البئر لأي نوع من الحرارة والعمق والأملاح، ويتم تحويلها إلى ما يعادلها من أملاح الصوديوم، فتسمى RMFE equivalent المعادلة. فلهذا بالمعادلة استخدمنا RMFE equivalent mud filtrate resistivity. لكن من أغراض الحسابات حاليا بهذه المرحلة من دراستنا راح نعتبر الـ RMFE تساوي الـ RMF الRWE عندنا فكرة عنها، اللي هي المقاومة النوعية للماء المكمني أو الماء الموجود داخل الصخور المكمنية أو داخل الصخور تحت الأرض. فأحولها هاي الريسستيفيتي، أحولها من الفورميشن ووتر ريسستيفيتي اللي بأملاح متعددة إلى ما يعادلها من أملاح الصوديوم، وراح أسميها RMFE equivalent. بدراستنا الحالية راح نعتبر الـ RWE RWE مساوية للـ RW. الكي هو temperature dependent coefficient، إذا ثابت يعتمد على الحرارة، أو معامل يعتمد على الحرارة. الكي يساوي 61 زائد 0.133 في T. T
تي هي formation temperature تكون بالفهرنهايت، واضح؟ SP value measured is influenced by ال SP تتأثر بالمعاملات أو الاعتبارات التالية: bed thickness سمك الطبقة، bed resistivity اللي يتضمن RMF RW كذلك الفاي اللي هي المسامية أو الفراغات الموجودة بالصخور، ال RMF هي المد فلتريت resistivity، ال RW water formation water resistivity ل RW، borehole and invasion إيش قد قطر البئر؟ قطر البئر هل هو بيتوسع أو تضيق نتيجة لاختلاف نوع الصخور وعمليات الحفر وتأثيرات سائل الحفر؟ invasion هذه الكلمة مهمة، الغزو. الغزو هو دخول الماء الموجود بسائل الحفر داخل الطبقة، filtrate دخول الماء الموجود سائل الحفر داخل الطبقة نتيجة اختلاف الضغوط وكذلك نتيجة لإخراج الخواص الصخرية من مسامية ونفاذية. shell content إيش قد محتوى الطين بالطبقة، إيش قد محتوى الشيل، الشيل هو نوع من أنواع الطين، إيش قد محتوى الشيل بالطبقة، كل ما زاد هذا يأثر لي على قراءة الSP. ratio of RMF إلى RW تأثيرات RMF على RW، لهذا بالمعادلة مالت الاس بي اللي اخذناها فوق ايش كانت؟ كانت لها علاقة الاس بي بالار ام اف والار ام اف اي والار دبليو اي، فالها علاقة بالار ام اف والار دبليو. ratio of ار ام اف الى ار دبليو، امبليتيود اند ساين يعني ايش قد شلون اشارة الاس بي وايش قد الانحراف مالته. طبعا الاس بي تكون القيمة مالته سالبة وموجبة، سالبة وموجبة. temperature الحرارة ايضا تأثر عليه. لاحظ هنا calculate water formation resistivity يعني مقاومة الماء المكمني، and shell volume if SSB يساوي 40 ملي فولت، BSB يساوي 15 ملي فولت، reservoir temperature 250 درجة فهرنهايت، mud filtrate 0.5. إذن أنا عندي RMF، عندي الحرارة استخرج منها الكي، عندي الاس اس بي، بقيت لي بس الار دبليو. الشيل فوليوم هو نحتاج نعرف احنا شلون نحسبه، لازم تعرفون شلون تحسبوه. اعطيكم عنه فكرة، هو نعطيني هنا البي اس بي. البي اس بي هو تسجيل الاس بي امام طبقة شيل، البي اس بي هو تسجيل الاس بي امام طبقة شيل، الاس اس بي هو تسجيل الاس بي امام طبقة ساند. فاكو معادلة محددة تستخدم لحساب الشيل فوليوم. اذا تلاحظ هذه هي معادلة الفي شيل، اس بي كلين ساند اللي هو الاس اس بي، الاس بي شيل ساند اللي هو البي اس بي، اس بي كلين ساند اللي هو نفسه الاس اس بي. فكأنما يصير 40 ناقص 15 على 40. الفي شيل هو حجم الطين الموجود داخل الطبقة ويحسب بشكل نسب، وهو مهم لتحديده لمعرفة أو إعطاء إشارة ما إذا كانت الطبقة نظيفة أو محاوية للطين، لهذا تكون أهميته. والار دبليو ممكن حسابها أيضا. جاما ريلوك هو مجلس آخر.